بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، محاضرتنا اليوم هي عن المواد المانعة للرطوبة الـ Waterproofing Materials. المواد المانعة للرطوبة الـ Waterproofing Materials، هناك عدد من الخواص يجب توفرها في المواد التي تستعمل كمانع للرطوبة. أولاً، يجب أن تكون هذه المواد ذات مرونة flexibility كافية لتجنب التشقق نتيجة للحركة التي تتعرض لها في المنشأ، أن تكون سهلة الاستعمال، وثالثاً أن تكون ذات تحمل كافي لمقاومة الإجهادات في المنشأ، رابعاً أن تكون ذات كلفة مناسبة. تقسم المواد المانعة للرطوبة إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول، مواد مانعة للرطوبة مرنة flexible، تشمل الرصاص، النحاس، القير، البيتومين، البوليثين، ومزجات الزفت والبوليمر واللباد وغيرها. تستعمل هذه المواد، المواد المانعة للرطوبة المرنة، تستعمل في الحالات التي تكون فيها الأشكال المطلوبة لمانع الرطوبة معقدة، كأن يكون مانع الرطوبة مدرجا أو كثير الزوايا، ومرونة هذه المواد تجعلها قابلة للتحرك وفق حركة الأجزاء البنائية الملامسة لها. النوع الثاني هو المواد المانعة للرطوبة شبه جاسئة semi-rigid، مواد شبه صلبة، تشمل أنواع الماستيك، وتستعمل مع الجدران السميكة جدا وفي مفاصل التمدد. أنواع الماستيك، كلمة ماستيك تطلق على كافة المنتجات الإسفلتية والقيرية الممزوجة مع مواد ملدنة ومالئة، ومن أمثلة أنواع الماستيك هي المطاط. النوع الثالث من أنواع المواد المانعة للرطوبة هي المواد الجاسئة أو الصلبة الرجد، تشمل مزجات من الخرسانة، خلطات خرسانية، أو مواد خاصة أخرى تكون ذات تحمل إنشائي ودوام جيدين، إلا أنها تتشقق نتيجة للحركة في البناء. أنواع المواد المانعة للرطوبة Types of Waterproofing Materials. أولاً، لباد الإسفلت Fibers Asphalt Field، وهو ورق سميك أو جنفاص مشبع بطبقة من الإسفلت المنثور فوقه الرمل لمنع التصاق الطبقات قبل الاستعمال. ينتج اللباد بطبقة واحدة أو أكثر من مادة نفطية، كأن تكون الورق أو الجنفاص، وطلاء قيري تسمى طبقة القاط، وبسمك يتراوح من 3 إلى 6 ملم، ويكون على شكل لفات بعرض 1 متر. يستحمل اللباد عادة في أعمال قطع الرطوبة في السطوح بين طبقتين من المادة القيرية مانعة للرطوبة، والجدران بين طبقتين من المادة الرابطة. في السطوح يستعمل بين طبقتين من المادة القيرية المانعة للرطوبة، والجدران بين طبقتين من المادة الرابطة. يعتبر اللباد من المواد قليلة الكلفة نسبيا، ويجب العناية باللباد عند فرشه وتجنب تمزقه بتأثير الأحذية أثناء العمل أو غيرها من الأجسام الناتئة. النوع الثاني هو القير والإسفلت، وهي مادة من مشتقات النفط ورخيصة الكلفة نسبيا، تستعمل كمانع للرطوبة على السطوح الأفقية والعمودية، هذه صححوها العمودية، حيث توضع بسمك يتراوح من 5 إلى 20 ملم بعد أن تسخن بدرجة حرارة مناسبة، ويمكن فرشها على السطوح بسهولة وبصورة متجانسة. يتميز مانع الرطوبة القيري والإسفلتي بكونه قابلا للانبثاق خارجا تحت تأثير الإجهادات التي يتعرض لها، ويزداد ذلك عند التعرض إلى درجات الحرارة العالية. استعمال هذه المواد يكون مفضل، استعمال القير والإسفلت يكون مفضلا في المساحات الواسعة والمستمرة، وإنها لا تتشقق تبعا للشقوق الشعرية التي تحصل في المنشأ. سبب عدم تشققها هو بسبب مرونتها
وحتى قابليتها على التئام الشقوق الشعرية التي قد تحصل نتيجة الانكماش لشرينكج في موسم البرد وكذلك عند ارتفاع درجات الحرارة. ثالثا الأردواز سليت هو مادة صخرية صلدة واطئة المسامية تستعمل لقطع الرطوبة العمودية في الجدران حيث تؤخذ بسافين متتاليين بحيث تكون المفاصل العمودية في السافين متخالفة. المفاصل العمودية تكون متخالفة أي غير متصلة. يبنى الأردواز بقيمة الإسمنت 1 إلى 3 بعرض مساوي لعرض الجدار. إن الأردواز هو مادة جاسئة وهناك احتمال تصدعها بسبب الحركة التفاضلية التي قد تحصل في الأبنية. إن الأردواز نادر الاستعمال في العراق وذلك بسبب ندرة إنتاجه. رابعا الكاشي السيراميكي المزجج يستعمل لقطع الرطوبة الجانبية عن الجدران وخاصة في الحمامات والمغاسل والمطابخ. كل نوع من أنواع المواد الرابطة إلى استخدام معين، قسم منها يستخدم لقطع الرطوبة العمودية، قسم يستخدم لقطع الرطوبة الجانبية. خامسا الطابوق المزجج يستعمل لقطع الرطوبة العمودية في الجدران كما في الأردواز، ولكن وجود بدائل أفضل من الطابوق المزجج جعل استعمال الطابوق المزجج كمانع للرطوبة نادرا في الوقت الحالي قليل الاستعمال. سادسا صفائح الرصاص تتميز بمرونتها ودوامها العالي، لكن من عيوبها هو ارتفاع الكلفة. تتميز بمرونتها ودوامها العالي ولكن كلفتها تكون مرتفعة. تكون الصفائح بسمك لا يقل عن 1.8 ملم. يتآكل الرصاص عند تعرضه للنور الطرية أو لمونة السمنت البورتلاندي، لذلك يجب وقاته بطلاء الصفائح بمادة قيرية أو بأصباغ إسفلتية من الوجهين قبل الاستعمال. لغرض وقاته نقوم بطلاءه بمادة قيرية أو بأصباغ إسفلتية من الوجهين قبل الاستعمال. يستعمل الرصاص في إنتاج لباد إسفلتي من صفيح الرصاص، حيث تقبس طبقتين من لباد الإسفلت فوق طبقة خفيفة جدا من الرصاص، والناتج يكون من أجود أنواع اللباد مانع الرطوبة، حيث يتميز بدوامه العالي ويستعمل في المناطق العالية الرطوبة، المناطق اللي تكون بها الرطوبة جدا عالية، إلا أن كلفته أعلى من بقية أنواع اللباد. سابعا صفائح النحاس مانع الرطوبة. من صفائح النحاس يكون مرن ذا دوام عالي ويستعمل كما في الرصاص، إلا أن سمك الصفائح يجب أن لا يقل عن 0.25 ملم. ثامنا الأصباغ الأسفلتية وهي من نوع الأصباغ المستحلبة وتستعمل لطلي السطوح الخرسانية لزيادة مقاومتها للرطوبة. إنها مواد أسفلتية محلولة في سائل خفيف يساعد على تداخل المواد في مسامات السطح المراد طلاءه وسريع الجفاف، ويكون الصبغ بعد الجفاف حاجزا للماء ومالئا لمسامات السطح. بعد الجفاف يكون هذا الصبغ الإسفلتي حاجز للماء ومالئا لمسامات السطح. تاسعا المضادات السمنتية المانعة للرطوبة تكون بأحد الأشكال التالية. أولا مواد صلبة بشكل مسحوق هي مواد سمنتية أو كلسية التكوين ذات نعومة أكثر من نعومة السمنت، تضاف لها عند الصنع مواد دهنية تجعلها منفرة للماء نافرة للماء عند خلطها مع السمنت والركام والماء، ونعومتها تعمل على غلق الفجوات الدقيقة. نعومة هذه المواد تجعلها تعمل على غلق الفجوات الدقيقة الموجودة في الخلطة، وتصبح المادة بعد تصلبها منفرة للماء نافرة للماء. ثانيا مواد سائلة أو شحمية تتكون من مواد ذات أصل دهني عضوي لها القابلية على الذوبان والامتزاج في الماء، وعند جفافها تفقد قابليتها للذوبان بالماء وتتحول إلى مادة منفرة للماء
لكونها دهنية ومالئة للفراغات الدقيقة بين ذرات الخلطة المتصلبة. ملاحظة: تستعمل المضافات السائلة ملاحظة مهمة استعمال المضافات السائلة يكون كنسبة من ماء المزج، كنسبة من ماء الخلطة. أما استعمال المضافات الصلبة يكون كنسبة من كمية السمنت المستعمل في الخلطة، وتكون هذه المواد مبطئة للتصلب ويحذر من استعمالها بكميات كبيرة. ليش؟ لأنها تسبب إنقاصا محسوسا في تحمل القيمة في تحمل الخرسانة، تسبب إنقاصا محسوسا في تحمل القيمة أو المونة أو الخرسانة. عاشرا: البوليثين هي مادة صناعية بلاستيكية غشائية ومرنة تستعمل في قطع الرطوبة تحت الأرضيات. يتم استعمال البوليثين تحت الأرضيات وفي التبليط والسطوح وغيرها. دوامها جيد وفاعلة في قطع الرطوبة، إلا أنه يحذر من تثقبها أثناء الفرش أثناء وضعها أو بتأثير نتوءات المواد الملاصقة لها في البناء. الماستيك الإسفلتي والقيري بيتومين أند إسفلت ماستيكس. تطلق كلمة الماستيك كما ذكرنا سابقا على كافة المنتجات الإسفلتية والقيرية الممزوجة مع مواد ملدنة بلاستيسايزرز ومالئة الفيلرز كالمطاط والإسبست أو مواد بلاستيكية وغيرها. يستعمل الماستيك كمانع للرطوبة وفي خدم المفاصل جوينت سيلانتس، سواء كانت مفاصل تمددية أو مفاصل بين قطع البناء الجاهز. الماستيك الجيد يجب أن يكون مناسبا لظروف الاستعمال. هناك ماستيك يستعمل للسطوح الأفقية أو السطوح المالئة أو العمودية، كذلك منها ما يستعمل في درجات الحرارة المرتفعة أو الواطئة، ومنها ما يستعمل تحت ضغط أو تستعمل في محلات تتعرض لتأثير بعض المواد الكيميائية. يجب أن يكون استعمال الماستيك حسب الظروف اللي عندنا، سواء كان درجة الحرارة مرتفعة أو درجات الحرارة واطئة أو في المحلات التي تكون معرضة تحت ضغط أو للمحلات التي تتعرض لتأثير بعض المواد الكيميائية. يحتفظ بلدونته وخواصه لفترة زمنية مناسبة بحيث يكون قابلا للتمدد والتقلص مع المفصل ذاته تبعا لحركته. أن يلتصق بصورة جيدة مع جدران المفصل ولا يلتصق بالمواد التي يتعرض لها سطح المفصل الخارجي كالأقدام أو الأحمال الأخرى المحتكة بالسطح. إلى هنا خلصت محاضرتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا.